السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا هو المجلس الأخير مجالس شرح كتاب الإيمان الإمام أبي عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تعالى. كنا قد بدأنا بشرحه يوم السبت الماضي 15 من هذا الشهر، شهر صفر عام 1439، ونختم هذا اليوم بشرح هذا الكتاب المبارك. فنبدأ من حيث انتهينا البارحة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل. قال رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: باب ذكر ما عابت به العلماء من جعل الإيمان قولا بلا عمل وما نهوا عنه من مجالستهم. قال أبو عبيد: حدثنا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي عمرو السيباني قال: قال حذيفة: إني لأعرف أهل دينين، أهل ذينك الدينين في النار، قوم يقولون الإيمان قول وإن زنى وإن سرق، وقول يقولون، وقوم يقولون ما بال الصلوات الخمس، وإنهما صلاتان. وإنما هما صلاتان. قال: فذكر صلاة المغرب أو العشاء وصلاة الفجر. قال: وقال ضمرة بن ربيعة يحدثه عن يحيى بن أبي عمرو السيباني عن حميد المقرائي عن حذيفة قارن حديث حذيفة هذا، قد قرن الإرجاء بجحد الصلاة، وبذلك وصفهم ابن عمر أيضا. نعم، يعني جاء في هذا الباب ببيان الموقف من المرجئة، وبيان أن العلماء قدموهم ويعني أمروا بمخالفتهم وهجرهم، لأنهم قد أسسوا لبدعة وهي القول بإخراج العمل من مسمى الإيمان. لكن قد يشكل على ما أورده أبو عبيد رحمه الله عن حذيفة، وإن كان الإسناد فيه نظر، أنه قرن بين هؤلاء المرجئة وإخراجهم العمل من مسمى الإيمان، وبين من يكتفي بصلاتين، كما جاء في آخر الكلام أنه قارن حديث حذيفة، قال: قارن الإرجاء بجحد الصلاة. ولا شك أن هذا ليس كذلك، يعني ليس حكم هؤلاء كحكم أولئك، لكن هذا على سبيل التشديد في والتغليظ في النهي عن بدعتهم والتشنيع عليها. نعم. قال أبو عبيد: حدثنا علي بن ثابت الجزري عن ابن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر قال: صنفان ليس لهم في الإسلام نصيب، المرجئة والقدرية. ليس هناك حديث ثابت نص على طائفة من طوائف المرجئة إلا الخوارج، فإنه قد صح الحديث عنهم من 10 أوجه أوردها الإمام مسلم في صحيحه. أما بقية الطوائف من المرجئة والقدرية والجبرية وما إلى ذلك، فلم يثبت فيهم حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي أورده من باب ما جاء من التشنيع في قول هؤلاء، أو الشناعة في قول هؤلاء. لكن على كل حال، لا بد من ثبوت النص عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هنا ملاحظة، وهو أن الشيخ الألباني رحمه الله في هامش الكتاب عرف المرجئة. ممكن تقرأ التعريف شيخ عبد الله؟ طيب. قال: والمرجئة هم فرقة من فرق الإسلام يعتقدون أنه لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة. سموا مرجئة لاعتقادهم أن الله تعالى أرجأ تعذيبهم على المعاصي، أي أخره عنهم كذا في النهاية.
يقصد بالنهاية في غريب الحديث للإمام ابن الأثير، وهذا التعريف كررت لكم مراراً أنه مشكل، وأن التعريف الصحيح الذي اعتمده علماء أهل السنة أن المرجئة هم الذين يؤخرون العمل ويرجئونه ويخرجونه عن مسمى الإيمان، هؤلاء هم المرجئة. فحاصل ما قيل في تعريف المرجئة ثلاثة أقوال: قول واحد صحيح وقولان مشكلان. فالقول الأول يعني كما أورده الإمام ابن جرير في كتابه العظيم تهذيب الآثار ورواه عن سفيان بن عيينة رحمه الله، قال: الإرجاء على وجهين، قوم أرجأوا أمر علي وعثمان رضي الله عنهما، يعني ما حصل في الفتنة أرجأوا الحكم إلى الدار الآخرة ولم يبتوا بشيء في ذلك. قال: فقد مضى أولئك، يعني الذين تكلموا في هذا الأمر مضوا، إذن هؤلاء المرجئة لهم بقية أو ليس لهم بقية؟ ليس لهم بقية، انتهى هؤلاء. فأما المرجئة اليوم، يقصد المعنى الثاني، فهم الذين يقولون الإيمان قول ولا عمل. إذن سفيان بن عيينة رحمه الله ينص على ماذا؟ على أن التعريف المرجئة أو حقيقة المرجئة، وأنهم يقولون الإيمان قول ولا عمل، فهذان معنيان. يبقى المعنى الثالث، وهو الذي ذكره الشيخ الألباني ونقله عن الإمام ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث، وهذا متداول في كثير من كتب المقالات هذا التعريف. لكن ذكرت لكم من قبل أن التحرير أن هذا القول ليس هو قول المرجئة، وإنما قد تصح نسبته إلى غلاتهم. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله صرح بأنه لا يعرف معينا قال بهذه المقالة، فضلا عن أن تكون منسوبة إلى طائفة. فلو تراجعون هذا في كتاب في مجموع الفتاوى في الجزء السابع صفحة 181 ذكر ما يتعلق بهذا القول وصحة نسبته، وأنه يعني لا يصح أن ينسب إلى قائل بعينه. فهذه ثلاثة أقوال قيلت في تعريف الإرجاء وتعريف المرجئة، والصحيح منها هو ما ذكرته لكم من أنه إخراج العمل عن مسمى الإيمان. نعم. قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن سلمة بن كهيل قال: اجتمع الضحاك وميسرة وأبو البختري فأجمعوا على أن الشهادة بدعة والإرجاء بدعة والبراءة بدعة. نعم، وهذا من التشنيع على هذه الطوائف. نعم. قال أبو عبيد: حدثنا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن الزهري قال: ما ابتدعت في الإسلام بدعة أعز على أهلها من هذا الإرجاء. قال أبو عبيد: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن مهدي بن ميمون عن الوليد بن مسلم قال: دخل فلان قد سماه إسماعيل ولكن تركت اسمه أنا على جندب بن عبد الله البجلي، فسأله عن آية من القرآن فقال: فقال: أحرج عليك إن كنت مسلما لما قمت. قال: أو قال: أن تجالسني، أو نحو هذا القول. يعني هذا من بيان موقف السلف من هؤلاء والتشديد على هجرهم ومنابذتهم وإظهار مخالفتهم. نعم. قال أبو عبيد: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب قال: قال لي سعيد بن جبير غير سائله ولا ذاكرا له شيئا: لا تجالس فلانا، وسماه أيضا. فقال أيضاً الإمام أبو عبيد يهمل ذكر الأسماء لأنه عنده لا فائدة منه الآن، يعني نعم. لا تجالس فلانا، وسماه أيضا، فقال: إنه كان يرى هذا الرأي، يعني الإرجاء. نعم. قال: والحديث في مجانبة أهل الأهواء كثير، ولكن إنما قصدنا في كتابنا لهؤلاء خاصة. يعني الحديث عن مجانبة أهل الأهواء والموقف موقف أهل السنة منهم وما ورد عن السلف في النهي عن مجالستهم وأخذ العلم عنهم شيء كثير،
وهو إنما قصد النقل فيما يتعلق بهذه البدعة فقط. نعم. قال وعلى هذا القول كان سفيان والحديث قال وعلى هذا القول كان سفيان والأوزاعي وعلى ومالك مثل هذا قال وعلى مثل هذا القول كان سفيان والأوزاعي ومالك بن أنس ومن بعدهم من أرباب العلم وأهل السنة الذين كانوا مصابيح الأرض وأئمة العلم في دهرهم من أهل العراق والحجاز والشام وغيرها رازين على أهل البدع كلها زارين على أهل البدع كلها يعني أنهم كانوا يعيبون عليهم ويشنعون قولهم ويحذرون من بدعتهم. نعم. ويرون الإيمان قولا وعملا. نعم. يعني حاصل هذا الباب أنه بعد أن بين الموقف من الإرجاء ومن المرجاء من حيث المقالة أراد أن يبين الموقف منهم إذا تعينوا وأصبحوا أشخاصا يقولون بهذا القول فلا بد أن يكون هناك موقف منهم وأن يحذر من بدعتهم وأن يبين أنهم على ضلال وبدعة. نعم. باب الخروج من الإيمان بالمعاصي. الآن ينتقل الإمام أبو عبيد رحمه الله إلى الكلام في الوعيدية، يعني سبق أن تكلم فيما سلف من الكتاب عن الإرجاء والمرجئة والمخالفون لأهل السنة اتجاه يعني هم طرف نقيض، طرف سلك مسلك التفريط وهم المرجئة الذين أخرجوا العمل عن مسمى الإيمان، وطرف هم الغلاة وهم الوعيدية. وصف الوعيدية يشمل المعتزلة والخوارج، فالخوارج يكفرون مرتكب الكبيرة والمعتزلة يقولون هو في منزلة بين المنزلتين، والإباضية إلى اليوم هم على القول بأن مرتكب الكبيرة ليس معه إيمان لكنهم يقولون إنه كافر كفر نعمة، أي أنه ليس بالكفر المخرج من الملة، فهم من ضمن طوائف الوعيدية. أصل الإشكال عند هؤلاء أنهم جاءوا إلى نصوص الوعيد وما فيها من الحكم على بعض الذنوب بالكفر أو الشرك أو النفاق أو نفي الإيمان أو البراءة ممن فعل كذا وكذا ونحو ذلك، فقالوا بأن هذه النصوص تدل على انتفاء الإيمان بالكلية، ثم اختلفوا هل يلزم من انتفاء الإيمان بالكلية بحيث لا يبقى مع من ارتكب شيئا من هذه الذنوب شيء من الإيمان، هل يلزم منه الكفر أو لا يلزم؟ فكما ذكرت لكم الخوارج ذهبوا إلى القول بكفره، وهذا هو منهج المضطرد، لأن من انتفى إيمانه بالكلية لا يمكن إلا أن يكون كافرا، فأصل ضلال الخوارج هو في الأساس نفيهم إيمان مرتكب الكبيرة بالكلية، فلزمهم بناء على هذا القول بكفره. وأما المعتزلة فاحتاروا في حكمه بين أن يكون مؤمنا أو كافرا، فقالوا ليس بمؤمن لأن منهجهم كمنهج الخوارج يقتضي أنه لا إيمان له بالكلية، لكنهم وجدوا أنه قد ثبت الإجماع على أن مرتكب الكبيرة ليس بكافر، فقالوا بأنه ليس بكافر، تناقض عندهم ما ادعوا أنه ضرورة عقلية مع ما هو في الحقيقة ضرورة شرعية، فخلصوا من هذا أو خرجوا من هذا بهذا المذهب المضطرب الفاسد الذي ينبني أو يقوم على القول بأنه في منزلة بين المنزلتين. وأما قول الإباضية وهو أنه كافر كفر نعمة فلا شك أنهم وإن لم يكفروه لكنهم ينفون عنه الإيمان بالكلية، ويقولون لو مات على هذا الذنب ولم يتب فإنه يكون
مخلداً في النار. إذن فالوعيدية جميعاً يتفقون على تخليد مرتكب الكبيرة في النار، لكن يختلفون فقط في أحكامه في الدنيا، هل يقال بكفره كفراً مخرجاً من الملة، أو يقال بأنه كافر كفر نعمة، أو يقال بأنه في منزلة بين منزلتين. وإذا نظرنا إلى منهج أهل السنة في هذا الباب هو تفسير هذه الأحاديث التي أشكلت عليهم، وجدنا أن أهل السنة أن منهج أهل السنة يقوم على الجمع بين نصوص الوعد ونصوص الوعيد، فينظرون إلى جميع النصوص ولا ينظرون إلى نص دون آخر. ففيما يتعلق بالنصوص التي فيها إثبات الكفر أو الشرك لبعض الأفعال، فنظروا فوجدوا أن من هذه النصوص ما يوجد قرينة إما في النص نفسه وإما في خارج النص على أنه ليس المقصود بذلك الكفر المخرج من الملة. وهناك ثلاث قرائن عند أهل السنة في هذا الباب. القرينة الأولى تكون في النص نفسه واضحة، يعني لا تحتاج إلى هذه، ليست قرينة، وإنما النص بنفسه يدل، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسماه أصغر، والأصغر ليس مخرجا من الملة. وقد يكون في النص دلالة على جهة الاستنباط، يعني يكون النص نفسه فيه دلالة لكن ليس من جهة ظاهر النص، وإنما من جهة ما يستنبط منه، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، فسماه أخاً مع قوله بأنه قد باء بهذا الأمر. ولا شك أنه لا تثبت الأخوة بين كافر ومسلم، فثبت أن الكفر المقصود به كفر دون كفر، وليس الكفر المخرج من الملة. هذا فيما يتعلق بالدلالة الأولى. الدلالة الثانية، ينظر أهل السنة إلى دلالات نصوص أخرى تكون مبينة لدلالة ما أشكل على هؤلاء. مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فالقول النبي صلى الله عليه وسلم قتاله كفر يفهم على أن المقصود الكفر المخرج من الملة، أو هو كفر دون كفر؟ قال العلماء: هناك دليل آخر يدل على أن هذا الحديث لا يراد به الكفر المخرج من الملة، أو نص آخر، وهو قول الله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. وجه الدلالة في الآية أن الله عز وجل سماهم مؤمنين مع اقتتالهم، فلو كان مجرد الاقتتال كفرا لذاته ما كانوا مؤمنين. فدل هذا على أن قول النبي صلى الله عليه وسلم وقتاله كفر ليس هو الكفر المخرج من الملة، وإلا لزم إبطال دلالة الآية. وأما الدلالة الثالثة فتكون من فهم صحابي فهم الحديث على وجه يعني دل عنده على أنه ليس المقصود الشرك أو الكفر المخرج من الملة، كما في حديث الطيرة شرك. فابن مسعود رضي الله عنه راوي الحديث، روى الحديث فقال: يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال الطيرة شرك، ثم قال ابن مسعود: وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. فهذا كلام مدرج، ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم،
ولكنه بيان من ابن مسعود رضي الله عنه أن هذا التطير الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه شرك وما منا إلا، أي أنه يحصل من الجميع. فهل يقال بأن هذا الشرك الذي يحصل من الجميع شرك أكبر مخرج من الملة، أو لا يقال ذلك؟ لا يقال ذلك، بل يكون من الشرك الأصغر. فهذه ثلاث دلالات استند إليها العلماء في بيان النصوص الدالة أو النصوص التي تشتبه على الوعيدية في قولهم بأن هذه النصوص تدل على يعني أن من فعلها أو أتى بهذه الذنوب التي دلت عليها هذه النصوص ينتفي إيمانه أو يكون كافراً عند الخوارج. نعم. قال رحمه الله: باب الخروج من الإيمان بالمعاصي. قال أبو عبيد: أما هذا الذي فيه ذكر الذنوب والجرائم فإن الآثار جاءت بالتغليظ على أربعة أنواع، فاثنان منها فيها نفي الإيمان والبراءة من النبي صلى الله عليه وسلم، والآخران فيها تسمية الكفر وذكر الشرك. وكل نوع من هذه الأربعة تجمع أحاديث ذوات عدة. فمن النوع الذي فيه نفي الإيمان حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الرجل حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، وقوله: ما هو بمؤمن من لا يأمن جاره غوائله، وقوله: الإيمان قيد الفتك لا يفتك مؤمن، وقوله: لا يبغض الأنصار أحد يؤمن بالله ورسوله، ومنه قوله: والذي نفسي بيده لا تؤمنوا حتى تحابوا. وكذلك قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه: إياكم والكذب فإنه يجانب الإيمان. وقول عمر رضي الله عنه: لا إيمان لمن لا أمانة له. وقول سعد: كل الخلال يطبع عليها المؤمن إلا الخيانة والكذب. وقول ابن عمر: لا يبلغ أحد حقيقة الإيمان حتى يدع المراء وإن كان محقا، ويدع المزاحة في الكذب. يعني هذه الحديث كلها تدل على أمر واحد، وهو نفي الإيمان عن من فعل هذه الذنوب. فهل المقصود بنفي الإيمان هنا نفي الإيمان بالكلية؟ هكذا يفهمه الوعيدية، يقولون: جاء في هذه النصوص نفي الإيمان، فيكون المقصود نفي الإيمان بالكلية. ومن أشهر هذه الأحاديث الحديث الذي بدأ به، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. العلماء قالوا بأن هذه الأحاديث لا تدل على انتفاء الإيمان بالكلية، وإنما تدل على انتفاء كمال الإيمان. وعلماء أهل السنة وإن اختلفوا في العلاقة بين الإسلام والإيمان، هل هما مترادفان أو بينهما فرق، إلا أنهم اتفقوا على أن هذه الأحاديث لا يقصد بها نفي الإيمان بالكلية. فالذين قالوا بالتفريق بين الإسلام والإيمان، وهو قول جمهورهم، قالوا بأن هذه الأحاديث تدل على أن من حصل منه ذلك فليس بمؤمن لكنه مسلم. وجعلوا الدين ثلاث مراتب: مرتبة الإيمان المجمل التي هي ثابتة لكل مسلم، ومرتبة الإيمان الواجب، وبعدها وفوقها مرتبة الإيمان المستحب. قالوا: فهذه الأحاديث إنما تنفي مرتبة الإيمان الواجب، تبقى مرتبة الإيمان المجمل الثابتة لكل مسلم، وعلى هذا لا إشكال. والذين قالوا بالترادف بين الإسلام والإيمان، ويظهر أنه مذهب أبي عبيد رحمه الله، وهو مذهب بعض العلماء، فقد قالوا بأن المقصود بهذه الأحاديث أو بحديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، أي وهو كامل الإيمان، والكمال هنا هو الكمال الواجب.
فعلى هذا وإن اختلف أهل السنة في العلاقة بين الإسلام والإيمان، فأنتم تلاحظون أن اختلافهم ليس له ثمرة، ولم يترتب عليه الاختلاف في الحكم، وإنما هو حكم واحد. فالمنتفي هنا هو كمال الإيمان، سواء قيل بالترادف أو بين الإسلام والإيمان، أو قيل بالتفريق بينهما. نعم. قال: ومن النوع الذي فيه البراءة قول النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا، وكذلك قوله: ليس منا من حمل السلاح علينا، وكذلك قوله: ليس منا من لم يرحم صغيرنا، وفي أشياء من هذا القبيل. ومن النوع الذي فيه تسمية الكفر قول النبي صلى الله عليه وسلم حين مطروا فقال: أتدرون ما قال ربكم؟ قال: أصبح من عبادي مؤمن وكافر، فأما الذي يقول مطرنا بنجم كذا وكذا كافر بي مؤمن بالكوكب، والذي يقول هذا رزق الله ورحمته مؤمن بي وكافر بالكوكب. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وقوله: من قال لصاحبه كافر فقد باء به أحدهما. وقوله: من أتى ساحرا أو كاهنا فصدقه بما يقول، أو أتى حائضا أو امرأة في دبرها فقد برئ مما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، أو كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وقول عبد الله: سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر، وبعضهم يرفعه. ومن النوع الذي فيه ذكر الشرك قول النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر. قيل: يا رسول الله، وما الشرك الأصغر؟ قال: الرياء. ومنه قوله: الطيرة شرك، وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. وقول عبد الله في التمائم والتولة: إنها من الشرك. وقول ابن عباس: إن القوم يشركون بكلبهم، يقولون: كلبنا يحرسنا، ولولا كلبنا لسرقنا. فهذه أربعة أنواع من الحديث قد كان الناس فيها على أربعة أصناف من التأويل. يعني هنا يعني منهج الإمام أبي عبيد رحمه الله أنه صنف هذه الأحاديث وجعلها أربعة أنواع ليبني على ذلك التفسير هذه الأنواع بقاعدة كلية تجمع أو تكون قاعدة أو حاكمة على هذه الأحاديث وعلى غيرها مما هو من جنسها. نعم. قال: فطائفة تذهب إلى كفر النعمة، وثانية تحملها على التغليظ والترهيب، وثالثة تجعلها كفر أهل الردة، ورابعة تذهبها كلها وتردها. فكل هذه الوجوه عندنا مردودة غير مقبولة لما يدخلها من الخلل والفساد. والذي يرد المذهب الأول ما نعرفه من كلام العرب ولغاتها. ما هو المذهب الأول؟ كفر النعمة. إن المقصود بالكفر في هذه الأحاديث كفر النعمة. من قال ذلك؟ لا، الإباضية. نعم. وذلك أنهم لا يعرفون كفران النعم إلا بالجحد لأنعام الله وآلائه، فهو كالمخبر على نفسه بالعدم وقد وهب الله له الثروة، أو بالسقم وقد من الله عليه بالسلامة، وكذلك ما يكون من كتمان المحاسن ونشر المصائب. فهذا الذي تسميه العرب كفرانا إن كان ذلك فيما بينهم وبين الله، أو كان من بعضهم لبعض إذا تناكروا اصطناع المعروف عندهم وتجاحدوه. ينبئك عن ذلك مقالة النبي صلى الله عليه وسلم للنساء: إن كن تكثرن اللعنة وتكفرن العشير، يعني الزوج، وذلك أن تغضب إحدى كن فتقول: ما رأيت منك خيرا قط. فأنتم ترون أن الإمام أبا عبيد رحمه الله استند في دلالة اللغة وما يعرف من ما يقوله العرب في مثل هذا الباب في تفسير هذه النصوص، لأن النصوص إنما جاءت بلغة العرب، والإمام أبو عبيد إمام في اللغة، فبين أن المقصود هنا ليس الكفر المخرج من الملة، وإنما يعني المقصود كفر آخر. نعم.
قال: فهذا ما في كفر النعمة. وأما القول الثاني المحمول على التغليظ فمن أفظع ما تؤول على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن جعلوا الخبر عن الله ودينه وعيدا لا حقيقة له، وهذا يؤول إلى إبطال العقاب، لأنه إن أمكن ذلك في واحد منها كان ممكنا في العقوبات كلها. وهذا تصريح من الإمام أبي عبيد رحمه الله بشناعة هذا القول، مع أن كثيرا من المتأخرين إذا جئت تقرأ في شرحهم لهذه الأحاديث يميلون إلى هذا المذهب، ويرون أن هذه الأحاديث لمجرد الزجر والتغليظ وأنها لا حقيقة لها. فيرد الإمام أبو عبيد على هذا الوجه بالقول بأنه من أشنع ما قيل. لماذا؟ لأن هذا يبطل الوعيد، لأن الوعيد لا بد أن يكون له حقيقة، وهذا التفسير ينتهي إلى أنه لا حقيقة للوعيد. فبين أن هذا مدخل لمن يلغي الوعيد بالكلية، ولا شك أن هذا لازم لمن يقول بهذا وإن لم يلتزموا به. فمثلا من ينكر الوعيد بالكلية ومن ينكر البعث الجسماني كالفلاسفة مثلا، لا يمكن لمن يقول بهذا القول أن يستدل عليه، وقد أول وقد وقع في الإشكال الذي هو إبطال دلالة هذه الحديث وهذه النصوص على أن للوعيد حقيقة. قال: وأما الثالث الذي بلغ كفر الردة نفسها فهو شر من الذي قبله، لأنه مذهب الخوارج الذين مرقوا من الدين بالتأويل، فكفروا الناس بصغار الذنوب وكبارها. وقد علمت ما وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من المروق، يعني في حديث يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. نعم. وما أذن فيهم من سفك دمائهم. ثم قد وجدنا الله تبارك وتعالى يكذب مقالتهم، وذلك أنه حكم في السارق بقطع اليد وفي الزاني والقاذف بالجلد، ولو كان الذنب يكفر صاحبه ما كان الحكم على هؤلاء إلا القتل، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من بدل دينه فاقتلوه. أفلا ترى أنهم لو كانوا كفارا لما كانت عقوبتهم القطع والجلد. وكذلك قول الله في من قتل مظلوما: فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. فلو كان القتل كفرا ما كان للولي عفو ولا أخذ دية ولزمه القتل. وهذا من أظهر ما يبين بطلان مذهب هؤلاء، فإن الله عز وجل قد جعل حدودا للذنوب التي كفر بها هؤلاء أصحاب هذه الذنوب، وهذه الحدود تقام على أصحابها على أنهم أهل ردة، ولا على أنهم لا زالوا من أهل القبلة وأهل الملة، لا زالوا مسلمين. فلو أن هؤلاء تقام عليهم الحدود كما قال هؤلاء لو قيم عليهم حد الردة فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من بدل دينه فاقتلوه. فما كان هناك يكون قتل، ما كان هناك حد للزاني ولا حد لشارب الخمر، وإنما يقتل لأنه قد ارتد. فهذا الحكم كما هو ظاهر في دلالات النصوص فهو ظاهر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم العملية، وفيما أجمع عليه الصحابة والتابعون ومن بعدهم، إلى أن نبغت هذه الطائفة فجاءت بهذه الفرية وقالت بأن من حصلت منه هذه الذنوب فإنه يكفر كفر ردة. ففي قولهم إلغاء لجميع الحدود التي تقام على المسلمين. نعم. قال رحمه الله: وأما القول الرابع الذي فيه تضعيف هذه الآثار فليس مذهب من يعتد بقوله. يعني هناك من نظر إلى هذه الأحاديث فاضطربت عليه فقال: ما دام أشكلت فهي كلها غير معتبرة، يعني يردها لأنها أشكلت عليه فقط. نعم. قال: فلا يلتفت إليه، إنما هو احتجاج أهل الأهواء والبدع الذين قصر علمهم عن الاتساع وعيت أذهانهم عن وجوهها، فلم يجدوا شيئا أهون عليهم من أن يقولوا متناقضة فأبطلوها كلها.
نعم. وإن الذي عندنا في هذا الباب كله أن يعني بعد أن بين يعني بطلان هذه الأقوال قولا أراد أن يبين الوجه الذي يراه وهو قول أهل السنة في المراد بهذه الأحاديث أو النصوص التي هي نصوص الوعيد. نعم. قال: وإن الذي عندنا في هذا الباب كله أن المعاصي والذنوب لا تزيل إيماناً ولا توجب كفراً، ولكنها إنما تنفي من الإيمان حقيقته وإخلاصه الذي نعت الله به أهله واشترطه عليهم في مواضع من كتابه. يقصد نفي الكمال فقط لا نفي الأصل، ويظهر من هذا أن أبا عبيد رحمه الله على القول بالترادف بين الإسلام والإيمان، فعلى هذا يكون المنفي كمال الإيمان لا أصله. نعم. ولكنها إنما تنفي من الإيمان حقيقته وإخلاصه الذي نعت الله به أهله واشترطه عليهم في مواضع من كتابه، فقال: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله، إلى قوله: التائبون العابدون الحامدون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. وقال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، إلى قوله: والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وقال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. يقصد أن هذه النصوص جاءت بوصف الإيمان الكامل وشرائطه، لكن من لم يحقق هذه الشرائط التي بها يتحقق الكمال هل ينتفي إيمانه؟ نقول: لا، لأن هذه النصوص جاءت في بيان كمال الإيمان وليس في بيان الإيمان الذي إذا انتفى شيء أو الذي يكون المخالف له كافرا، الذي هو الإيمان المجمل الدرجة الأولى وهو أصل الإيمان. نعم. قال أبو عبيد: فهذه الآيات التي شرحت وأبانت شرائعه المفروضة على أهله ونفت عنه المعاصي كلها، ثم فسرته السنة بالأحاديث التي فيها خلال الإيمان في الباب الذي في صدر هذا الكتاب، فلما خالطت هذه المعاصي هذا الإيمان المنعوت بغيرها قيل: ليس هذا من الشرائط التي أخذها الله على المؤمنين ولا الأمانات التي يعرف بها أنه الإيمان. يمكن كما يقول الشيخ الألباني رحمه الله: ولا الأمارات، لأن هذا سياق يدل عليه. قيل: ليس هذا من الشرائط التي أخذها الله على المؤمنين ولا الأمارات التي يعرف بها أنه الإيمان، فنفت عنهم حينئذ حقيقته ولم يزل عنهم اسمه. إذن المقصود بحقيقته هنا كماله، فالمنفي حقيقته يعني كماله وليس أصله. نعم. فإن قال قائل: كيف يجوز أن يقال ليس بمؤمن واسم الإيمان غير زائل عنه؟ قيل: هذا كلام العرب. يعني يقصد أن هؤلاء لهم إشكال فيقولون: كيف يقال ليس بمؤمن واسم الإيمان غير زائل عنه؟ يعني كيف يقال، يعني مثلا في الحديث الذي سبق: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، الزاني مؤمن أو غير مؤمن في ظاهر الحديث؟ نعم، مؤمن أو غير مؤمن؟ غير مؤمن. لكن هل معنى هذا أنه لا إيمان له؟ فهناك فرق بين أن يقال ليس بمؤمن وبين أن يقال لا إيمان له، فهو غير مؤمن بمعنى المرتبة، يعني الإيمان المرتبة، لكن هو عنده إيمان الذي هو الأصل والأساس الذي يبنى عليه هذا الإيمان المنفي. نعم. قال: فإن قال قائل: كيف يجوز أن يقال ليس بمؤمن واسم الإيمان غير زائل عنه؟ قيل: هذا كلام العرب المستفيض عندنا غير المستنكر في إزالة العمل عن عامله. يعني يرجع مرة أخرى كما ترون إلى الاستناد إلى دلالة لغة العرب والمعروف من استعمالهم في مثل هذا الموطن
في دلالات ببيان دلالات النصوص. نعم. إذا كان عمله على غير حقيقته ألا ترى قيل هذا كلام العرب المستفيض عندنا غير المستنكر في إزالة العمل عن عامله إذا كان عمله غير المستنكر إذا في إزالة العمل عن عامله إذا كان عمله على غير حقيقته ألا ترى أنهم يقولون للصانع إذا كان ليس بمحكم لعمله ما صنعت شيئا ولا عملت عملا، وإنما وقع معناهم هاهنا على نفي التجويد لا على الصنعة نفسها. نفي التجويد يعني نفي الكمال، أن يكون العمل كما ينبغي، وليس المقصود نفي العمل بالكلية. نعم. فهو عندهم عامل بالاسم غير عامل في الإتقان حتى تكلموا به فيما هو أكثر من هذا، وذلك كرجل يعق أباه ويبلغ منه الأذى فيقال ما هو بولد، ويعلمون أنه ابن صلبه. يعني ليس المقصود نفي النسب، وإنما المقصود أن هذا ليس صنيع الابن الذي كان ينبغي أن يكون منه البر. نعم. ثم يقال مثله في الأخ والزوجة والمملوك، وإنما مذهبهم في هذا المزايلة الواجبة عليهم من الطاعة، المزايلة من الأعمال، من الأعمال الواجبة عليهم من الطاعة والبر. وأما النكاح والرق والأنساب فعلى ما كانت عليه أماكنها وأسماؤها، فكذلك هذه الذنوب التي ينفى بها الإيمان. يعني ما الأمثلة التي ذكرها ثم يقال مثله في الأخ والزوجة والمملوك؟ طبعا ها، فيعني إذا تكلم واحد على زوجته وقال أنت لست بزوجة، هل ينفي، هل المقصود هذا إبطال النكاح؟ هو لا يقصد هذا. وكذلك الإبن إذا قيل له هذا ليس بولد، المقصود ليس بابن بار كما ينبغي أن يكون، وهكذا. نعم. قال فكذلك هذه الذنوب التي ينفى بها الإيمان إنما أحبطت الحقائق منه الشرائع التي هي من صفاته، فأما الأسماء فعلى ما كانت قبل ذلك، ولا يقال لهم إلا مؤمنون، وبه الحكم عليهم. وقد وجدنا مع هذا شواهد لقولنا من التنزيل والسنة، فأما التنزيل فقول الله جل ثناؤه في أهل الكتاب حين قال وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم. قال أبو عبيد حدثنا الأشجعي عن مالك بن مغول عن الشعبي في هذه الآية قال أما إنه كان بين أيديهم ولكن نبذوا العمل به. ثم يعني هذا يعني ليس المقصود به نبذوه وراء ظهورهم أنهم تركوه بالكلية، وإنما تركوا العمل به. نعم. ثم أحل الله لنا ذبائحهم ونساءهم فحكم لهم بحكم الكتاب. ثم أحل الله لنا ذبائحهم ونكاح نسائهم فحكم لهم بحكم الكتاب إذ كانوا به مقرين وله منتحلين، فهم بالأحكام والأسماء في الكتاب داخلون وهم لها بالحقائق مفارقون، فهذا ما في القرآن. يعني لو كانوا نبذوه وراء ظهورهم بالكلية ولم يعد للكتاب لهم أي صلة بكتبهم ما كان هناك أحكام خاصة بهم في طعامهم وفي نكاح نسائهم، فدل هذا على أن منابذتهم أو نبذهم للكتاب ليس المقصود به يعني أنهم لا ينسبون إليه ولا ينسب إليهم، بل المقصود كما ذكر أنه نبذ العمل به. نعم. قال وأما السنة فحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يحدث به رفاعة في الأعرابي الذي صلى صلاة فخففها فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجع فصل فإنك لم تصل، حتى فعلها مرارا كل ذلك يقول فصل، وهو قد رآه يصليها، أفلست ترى أنه مصل بالاسم غير مصل بالحقيقة؟ يعني كأن الإمام أبو عبيد رحمه الله يرى أن يعني الصلاة في أصلها صحيحة لكنها لم تأتي بالكمال، لم يأتي بها على الكمال، وقوله لم تصلي لم يقصد به بطلان الصلاة، وإنما قصد النبي صلى الله عليه وسلم بيان ما ينبغي في الصلاة التي كان يجب أن يأتي بكمالها، فكأن هذا الأعرابي قد انتقص من واجباتها ولم ينقص من أركانها، وهذا قول، وقول آخر أنه على ظاهره، لكن المقصود وجه الاستدلال
عند الإمام أبي عبيد رحمه الله. نعم. قال: وكذلك المرأة العاصية لزوجها والعبد الآبق والمصلي بالقوم الكارهين له إنها غير مقبولة. ومنه حديث عبد الله بن عمر في شارب الخمر أنه لا تقبل له صلاة 40 ليلة. قول علي عليه السلام: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. وحديث عمر رضي الله عنه في المقدم ثقله ليلة النفر أنه يعني لا حج له. يعني الذي يستعجل يوم عرفة ويخرج من عرفة قبل غروب الشمس. نعم. وقال حذيفة: من تأمل خلق امرأة من وراء الثياب وهو صائم أبطل صومه. قال أبو عبيد: فهذه الآثار كلها وما كان مضاهيا لها فهو عندي على ما فسرته لك. يعني على ما فسرته لك من أن المقصود بذلك ليس النفي بالكلية وإنما نفي الكمال، وإنما نفي الكمال. نعم. وكذلك الأحاديث، وإلا أدى ذلك إلى بطلان الحج لمن خرج من عرفة قبل غروب الشمس، ولأدى ذلك إلى كثير من الأحكام أنه لا تقبل له صلاة 40 ليلة، يعني ليس له صلاة مطلقا. فمراده أنه ليس له صلاة على تمامها وكمالها. نعم. وكذلك الأحاديث التي فيها البراءة فهي مثل قوله: من فعل كذا وكذا فليس منا، لا نرى شيئا منها يكون معناه التبرؤ من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من ملته. وإنما مذهبه عندنا أنه ليس من المطيعين لا لنا ولا من المقتدين بنا ولا من المحافظين على شرائعنا وهذه النعوت وما أشبهها. يعني ليس محققا لكمال الاتباع والاقتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يقال في نصوص الوعيد إلا على ما هو من ترك الواجب، لا يقال على ترك المستحب. فأما أن يدل ذلك على بطلان أو على انتفاء إيمان هؤلاء بالكلية فمقصوده أن هذا ليس بدلالة النصوص أصلا. نعم. وقد كان سفيان بن عيينة يتأول قوله: ليس منا ليس مثلنا، وكان يرويه عن غيره أيضا. فهذا التأويل وإن كان الذي قال به إمام من أئمة العلم فإني لا أراه. يعني هذا القول، وهو أن أحاديث ليس منا من فعل كذا ليس المقصود به أو أن المقصود به ليس مثلنا، قال به سفيان بن عيينة. وسفيان بن عيينة كما ذكرت لكم قبل قليل تعريفه للإرجاء والمرجئة، وكان شديدا على المرجئة جدا ومعروف عنه ذلك، لكن جاء منه هذا التأويل ولا شك أنه خطأ. وكان الإمام أحمد رحمه الله يشدد في هذا التأويل ويقول هذا تفسير المرجئة، ولا يلزم منه القول بأن سفيان بن عيينة رحمه الله قد يلزمه ذلك، لكن هو أخطأ في العبارة فقط. نعم. قال: فهذا التأويل وإن كان الذي قال به إمام من أئمة العلم فإني لا أراه، من أجل أنه إذا جعل من فعل ذلك ليس مثل النبي صلى الله عليه وسلم لزمه أن يصير من فعله مثل النبي صلى الله عليه وسلم. من يفعله؟ لزمه أن يصير من يفعله مثل النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فلا فرق بين الفاعل والتارك، وليس للنبي صلى الله عليه وسلم عديل ولا مثل من فاعل ذلك ولا تاركه. يعني من باب الرد على هذا القول، وتلاحظون أن علماء أهل السنة لا يقبلون القول إذا كان خطأ حتى ولو كان من أئمتهم وعلمائهم، بل يبينون خطأه لأن سلامة المنهج ووضوح القول وعدم التباس المقالة أمر في غاية الأهمية. فإذا جاءت مقالة عن بعض علماء أهل السنة فلا نقدم تقدير هذا العالم وحفظ مكانه على البيان الحق وعدم الالتباس الحق بالباطل، وإنما نجمع بين الأمرين، نبين ما لهذا الإمام من مكانة وقدر وإمامة، وفي نفس الوقت لا نقبل منه الخطأ. والناس في هذا طرفي نقيض، فمنهم من إذا حصل إشكال من بعض أهل العلم حرص على التأول له والتمحل له يأتي بتأويلات متعسفة في غاية التكلف من أجل الظن أو لأنه يظن أنه لا يحفظ
مقام هذا الإمام إلا إذا كان قوله صواباً، هذا لا شك أنه خطأ. وفي المقابل نجد أن بعضهم يبالغ في التشنيع على هذا القول حتى يحذر من هذا القائل، وقد يخرجه حتى من أهل السنة. ومثل ذلك ما حصل مع الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في عصرنا، فإنه قد حصل له بعض الاشتباه في باب الإيمان، وهو قوله بأن العمل من كمال الإيمان، ويقول الإيمان قول وعمل، لكنه لا يقول بأن من ترك الإيمان بالكلية لا يكون مؤمنا، استنادا إلى دلالة حديث الجهنميين وأنهم لم يعملوا خيرا قط. فهو رحمه الله لم يذهب إلى أو لم يستند إلى مقالة بدعية، وإنما مذهبه قائم على تفسير حديث ظن أن هذا هو المقصود به. ودون الدخول في تفاصيل هذه المسألة، نريد فقط أن نشير إلى أن هناك من تمحل تأويلات بعيدة جدا للشيخ الألباني رحمه الله، ويعني أحاول أن يثبت أن هذا الذي قاله هو قول أهل السنة، فنسج عن قوله التعسف في تخريج أو في الحكم على أقوال أهل السنة التي هي أقوالهم أجمعوا عليها إلى على غير وجهها. وهناك من قابلهم فشنع عليه وحكم عليه بأنه من المرجئة وأنه جهمي جلد وما إلى ذلك، وهذا لا شك أنه من الظلم لهذا الإمام العظيم. فلا بد من الجمع بين هذين الأصلين، أن نعرف لأئمة أهل السنة ما كانتهم وقدرهم، لكن لا نقبل منهم الخطأ إذا أخطأوا. أي نعم. قال: فهذا ما في نفي الإيمان وفي البراءة من النبي صلى الله عليه وسلم، إنما أحدهما من الآخر وإليه يؤول. وأما الآثار المرويات بذكر الكفر والشرك ووجوبهما بالمعاصي، فإن معناها عندنا ليست تثبت على أهلها كفرا ولا شركا يزيلان الإيمان عن صاحبه، وإنما وجوهها أنها من الأخلاق والسنن التي عليها الكفار والمشركون. وقد وجدنا لهذين النوعين من الدلائل في الكتاب والسنة نحو مما وجدنا في النوعين الأولين. فمن الشاهد على الشرك في التنزيل، يعني جاء الآن إلى الكلام عن النصوص التي فيها الحكم على بعض الذنوب التي لا تخرج من الملة، التي سماها الله أو جاءت في نصوص الكتاب والسنة كفرا أو شركا أو نفاقا، الحكم عليها بأنها ليس المقصود بها الكفر المخرج من الملة. نعم. قال: فمن الشاهد على الشرك في التنزيل قول الله تبارك وتعالى في آدم وحواء عند كلام إبليس إياهما: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به، إلى قوله: جعل له شركاء فيما آتاهما. وإنما هو في التأويل أن الشيطان قال لهما: سميا ولديكما عبد الحارث، ولدكما عبد الحارث. فهل لأحد يعرف الله ودينه أن يتوهم عليهم الإشراك بالله مع النبوة والمكان من الله؟ فقد سمى فعلهما شركا، وليس هو الشرك بالله. يعني هذه الآية اختلف المفسرون في معناها، فذهبت طائفة إلى أن قوله تعالى جعل له شركاء فيما آتاهما المقصود به آدم وحواء، لأن الآية في أولها في أولها ذكر لآدم وحواء. وقال آخرون، وهذا المعنى هو الذي يشير إليه الإمام أبو عبيد ورجحه الإمام ابن جرير في تفسيره، لكن هل هؤلاء يحكمون على آدم وحواء بالشرك الأكبر المخرج من الملة؟ نقول لا. فقال هؤلاء دلالة أو سياق الآية ودلالتها ومنافاتها لما ذكره الإمام أبي عبيد من نبوة آدم عليه السلام، يعني تقتضي أن الشرك هنا ليس المقصود به الشرك الأكبر المخرج من الملة. والقول الآخر وذهب إليه الإمام ابن كثير ونقله عن الحسن البصري أن المقصود ذرية وليس آدم وحواء،
وفي ذلك يقول الإمام ابن كثير بعد أن ذكر قول الحسن البصري: أما نحن فعلى مذهب الحسن البصري رحمه الله في هذا، وأنه ليس المراد من هذا السياق آدم وحواء، وإنما المراد بذلك المشركون من ذريته، ولهذا قال الله تعالى: فتعالى الله عما يشركون. فذكر آدم وحواء أولاً كالتوطئة لما بعدهما من الوالدين، وهو كالاستطراد من ذكر الشخص إلى الجنس، يعني يقصد أنه وإن بدأ بآدم وحواء وهذا المقصود بالشخص، لكنه المقصود بقوله في آخر الآية: جعل له شركاء، ليس المقصود به آدم وحواء، وإنما الأب والأم من ذرية آدم وحواء. وهذا الذي يظهر والله أعلم. لماذا؟ لأن الأصل في الشرك هنا على ظاهره، وليس هنا ما يلزم منه أن يكون المعنى خاصاً بآدم وحواء. نعم. قال: وأما في السنة فقول النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف على أمة الشرك الأصغر. فقد فسر لك بقوله الأصغر أن هاهنا شركا سوى الذي يكون به صاحبه مشركا بالله، وهذا ما ذكرته لكم في قضية الدلالة الظاهرة من النص نفسه. نعم. منه قول عبد الله: الربا 64 بابا والشرك مثل ذلك. فقد أخبرك أن في الذنوب أنواعا كثيرة تسمى بهذا الاسم، وهي غير الإشراك الذي يتخذ فيها مع الله إله غيره، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فليس لهذه الأبواب عندنا وجوه إلا أنها أخلاق المشركين، وتسميتهم وسننهم وألفاظهم وأحكامهم ونحو ذلك من أمورهم. وأما الفرقان الشاهد عليه في التنزيل فقول الله عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وقال ابن عباس: ليس بكفر ينقل عن الملة. وقال عطاء ابن أبي رباح: كفر دون كفر. يعني يقصد أن في قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، تسمية هذا الفعل كفر، مع أن ابن عباس رضي الله عنه وأيضا عطاء ابن أبي رباح قالوا بأنه ليس بالكفر المخرج من الملة، وهذا إنما يكون في من يكون حكمه في نازلة مع التزامه بالشريعة. وأما التقنين والتشريع وتبديل دين الله عز وجل فليس هذا المقصود بالآية. نعم. قال: فقد تبين لنا أنه ليس بناقل عن ملة الإسلام أن الدين باق على حاله وإن خالطه ذنوب، فلا معنى له إلا خلاف الكفار وسنتهم على ما علمتك من الشرك سواء، لأن من سنن الكفار الحكم بغير ما أنزل الله. ألا تسمع قوله: أفحكم الجاهلية يبغون؟ تأويله عند أهل التفسير أن من حكى بغير ما أنزل الله وهو على ملة الإسلام. لاحظ هذا القيد، مهم ولا غير مهم؟ جدا. أي مشايخ، يعني من حكم بغير ما أنزل الله وهو على ملة الإسلام فيكون حكمه في نازلة معينة خالف فيها حكم الله. نعم. تأويله عند أهل التفسير أن من حكم بغير ما أنزل الله، وهذا يتبين بما ذكره في بداية الكتاب من كفر الإباء والامتناع. كفر الإباء والامتناع هل يمكن أن يكون مع التشريع والتقنين والإلزام ولا لا يمكن؟ قال: تأويله عند أهل التفسير أن من حكم بغير ما أنزل الله وهو على ملة الإسلام كان بذلك الحكم كأهل الجاهلية، وإنما هو أن أهل الجاهلية كذلك كانوا يحكمون. وهكذا قوله: ثلاثة من أمر الجاهلية: الطعن في الأنساب والنياحة والأنواء. ومثله الحديث الذي يروى عن جرير وأبي البختري الطائي: ثلاثة من سنة الجاهلية: النياحة وصنعة الطعام، وأن تبيئة المرأة في أهل الميت من غيرهم. وكذلك الحديث: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. وقول عبد الله: الغناء ينبت النفاق في القلب. ونحو ذلك من الآثار الواردة عن السلف. فليس المقصود مثلا بهذا الأثر عن عبد الله بن مسعود النفاق المخرج من الملة،
وإنما المقصود ما دون ذلك. نعم. ليس وجوه هذه الآثار كلها من الذنوب أن راكبها يكون جاهلا ولا كافرا. لا، جاهليا. جاهليا ولا كافرا ولا منافقا، وهو مؤمن بالله وما جاء من عنده مؤد لفرائضه، ولكن معناها أنها تتبين من أفعال الكفار محرمة منهي عنها في الكتاب وفي السنة، ليتحاماها المسلمون ويتجنبوها، فلا يتشبه بشيء من أخلاقهم ولا شرائعهم. وقد روي في بعض الحديث إن السواد خضاب الكفار، فهل يكون لأحد أن يقول إنه يكفر من أجل الخضاب؟ وكذلك حديثه في المرأة إذا استعطرت ثم مرت بقوم يوجد ريحها إنها زانية. قال: وكذلك حديثه في المرأة إذا استعطرت ثم مرت بقوم يوجد ريحها أنها زانية، فهل يكون هذا على الزنا الذي تجب فيه الحدود؟ يعني هل يكون المقصود بهذا الحديث أنها زانية الزنا الذي يوجب الحد؟ نقول لا. نعم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن العين تزني واليد تزني، وقال ثم والفرج يصدق ذلك أو يكذبه، لكن ليس المقصود بهذا الحديث الزنا الذي يوجب الحد. نعم. ومثله قوله: المستبان شيطانان يتهاتران ويتكاذبان، أفيتهم عليه أنه أراد الشيطانين اللذين هم أولاد إبليس؟ وإنما هذا كله على ما علمتك من الأفعال والأخلاق والسنن. نعم. وكذلك كل ما كان فيه ذكر كفر أو شرك لأهل القبلة فهو عندنا على هذا لا يوجب اسم يعني الكفر. يعني لاحظوا أهل القبلة، يعني لابد أن تدل النصوص على أن هذا المقصود به أهل القبلة، فيكون المقصود به أن هذه من أخلاق الكفار ومن الأفعال التي تشابه سننهم، لكنها ليست مما يخرج من الملة. نعم. قال: وكذلك كل ما كان فيه ذكر كفر أو شرك لأهل القبلة فهو عندنا على هذا ولا يجب اسم الكفر والشرك الذي تزول به أحكام الإسلام ويلحق صاحبه بردة إلا كلمة الكفر خاصة دون غيرها، وبذلك جاءت الآثار مفسرة. يعني هذا قد يستشكل، لأنه إذا قيل بأنه لا يوجب الردة إلا كلمة الكفر، فقد يكون هناك أفعال توجب الكفر، وقد يكون هناك ترك يوجب الكفر، فليس هذا على عمومه وإطلاقه. نعم. قال أبو عبيد: حدثنا أبو معاوية عن جعفر بن برقان عن ابن أبي نشبة عن أنس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من أصل الإسلام: الكف عمن قال لا إله إلا الله لا نكفره بذنب ولا نخرجه من الإسلام بعمل، والجهاد ماض من يوم بعثني الله إلى أن يقاتل آخر أمتي الدجال، ولا يبطله جور جائر ولا عدل عادل، والإيمان بالأقدار كلها. يعني هذه من أصول أهل السنة صحيح، لكن هل هذا الأثر أو هذا الحديث ثابت؟ فيه كلام كما ذكر الشيخ الألباني كما ترون. نعم. قال أبو عبيد: حدثنا عباد بن عباد عن الصلت بن دينار عن أبي عثمان النهدي قال: دخلت على ابن مسعود وهو في بيت مال الكوفة فسمعته يقول: لا يبلغ بعبد كفرا ولا شركا حتى يذبح لغير الله أو يصلي لغيره. قال أبو عبيد: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان قال. يعني ليس المقصود هنا في هذا الأثر الاستقراء، وإنما المقصود ذكر مثال فيما تحصل به الردة والخروج من الدين. قال أبو عبيد: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان قال: جاورت مع جابر بن عبد الله بمكة 6 أشهر فسأله رجل: هل كنتم تسمون أحدا من أهل القبلة كافرا؟ فقال: معاذ الله. قال: فهل تسمونه مشركا؟ قال: لا. مع أن بعض أهل القبلة قد تنطبق عليهم النصوص التي جاء فيها تسمية بعض الذنوب التي يفعلونها كفرا أو شركا أو نفاقا، فدل هذا على أن هذه النصوص لا يراد بها في هذه الأحوال الكفر المخرج من الملة. نعم.
ثم ألحق بهذا الباب بابا هو من جنسه وتابع له. نعم. قال رحمه الله: باب ذكر الذنوب التي تلحق بالكبائر بلا خروج من الإيمان. قال أبو عبيد: حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لعن المؤمن كقتله، وكذلك قوله: حرمة ماله كحرمة دمه. ومنه قول عبد الله: شارب الخمر كعابد اللات والعزى. وما كان من هذا النوع مما يشبه فيه الذنب بآخر أعظم منه، وقد كان في الناس من يحمل ذلك على التساوي بينهما. يحمل ذلك على التساوي، أنه لا يكون التشبيه إلا إذا كان الحكم فيهما واحدا، مع أن المقصود ليس كذلك. نعم. قال: ولا وجه لهذا عندي، لأن الله قد جعل الذنوب بعضها أعظم من بعض، فقال: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فقوله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، أي الذنوب التي دون الكبائر وهي الصغائر. فمن جاء بالصغائر وليس له كبيرة فقد وعده الله عز وجل هذا الوعد الكريم أن يدخله الجنة. فالمقصود إذن بالسيئات هنا ليست مطلق السيئات، وإنما ما دون الكبائر. نعم. قال: ولا وجه لهذا، وفي أشياء كثيرة من الكتاب والسنة يطول ذكرها، ولكن وجوهها عندي أن الله قد نهى عن هذه كلها، وإن كان بعضها عنده أجل من بعض. يقول: من أتى شيئا من هذه المعاصي فقد لحق بأهل المعاصي كما لحق بها الآخرون، لأن كل واحد منهم على قدر ذنبه قد لزمه اسم المعصية، وإن كان بعضهم أعظم جرما من بعض. وفسر ذلك كله الحديث المرفوع حين قال: عدلت شهادة الزور الإشراك بالله. لكن ليس المقصود أنها عدلت، يعني أنها تكون في حكمها، وإلا لزم أن يكون من يشهد زور يخرج من الملة والعياذ بالله. نعم. ثم قرأ: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. فقد تبين لنا أن يعني هل يلزم من اقترانهما في الآية أن يكون حكمهما واحدا ولا لا يلزم؟ هل يلزم أو لا يلزم؟ لا يلزم. نعم. قال: فقد تبين لنا الشرك والزور، وأنهما تساويا في النهي، نهى الله عنهما معا في مكان واحد، فهما في النهي متساويان، وفي الأوزار والمآثم متفاوتان. ومن هنا وجدنا الجرائم كلها. ألا ترى السارق يقطع في ربع دينار فصاعدا، وإن كان دون ذلك لم يلزمه قطع. فقد يجوز في الكلام أن يقال: هذا سارق كهذا، فيجمعهما في الإسم وفي ركوبهما المعصية، ويفترقان في العقوبة على قدر الزيادة في الذنب. وكذلك البكر والثيب يزنيان، فيقال: هما لله عاصيان معا، وأحدهما أعظم ذنبا وأجل عقوبة من الآخر. وكذلك قوله: لعن المؤمن كقتله، إنما اشترك في المعصية حين ركباها، ثم يلزم يعني كل اللاعن والقاتل عاصيان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعن المؤمن كقتله، لكن هل حكمهما واحد أو يختلف حكم القاتل عن حكم اللاعن؟ يختلف. يعني. وإنما اشترك في المعصية حين ركباها، ثم يلزم كل واحد منهما من العقوبة في الدنيا بقدر ذنبه. ومثل ذلك قوله: حرمة ماله كحرمة دمه. وعلى هذا وما أشبهه أيضا. قال أبو عبيد: كتبنا هذا الكتاب على مبلغ علمنا، وما انتهى إلينا من الكتاب وآثار النبي صلى الله عليه وسلم والعلماء بعده، وما عليه لغات العرب ومذاهبها، وعلى الله التوكل وهو المستعان. يعني يظهر أن الإمام أبو عبيد رحمه الله قد ختم بهذه الجملة، فكانت آخر الكتاب، لكنه ألحق ما يتعلق ببعض الطوائف وحكمهم وتسميتهم بعد أن ختم الكتاب. نعم. قال أبو عبيد: ذكر الأصناف الخمسة الذين تركنا صفاتهم في صدر كتابنا هذا: من تكلم به في الإيمان هم الجهمية والمعتزلة والإباضية والصفرية والفضلية الصفرية والفضلية. نعم. ويريد أن يعرفنا بهذه الطوائف على سبيل الإجمال، ليبين لنا وجه الإشكال في أقوالهم دون تفصيل،
وإلا فالكلام في مثل هؤلاء يطول جدا لو أراد التفصيل، وهو لم يرد ذلك. وكما ذكرت لكم من قبل، فكتب المقالات غالب الكتب مما عليه أو مما فيه إشكالات وليست على منهج أهل السنة، وإن كان يعني فيه كتب لأهل السنة كالتنبيه والرد للملطي، ولكن الكتب التي تكون لطوائف مخالفة لأهل السنة ينبغي لطالب العلم أن يحذر عند النظر فيها أنه قد يكون فيها إشكالات قد لا يدركها. نعم. قال: فقالت الجهمية: الإيمان معرفة الله بالقلب، وإن لم يكن معها شهادة لسان ولا إقرار بنبوة ولا شيء من أداء الفرائض. واحتجوا في ذلك بإيمان الملائكة، فقالوا: كانوا مؤمنين قبل أن يخلق الله الرسل. يعني المقصود بهؤلاء الجهمية ما سبق القول فيهم من أن الإيمان، الكلام عنهم من أن الإيمان هو المعرفة، وذكر عنهم أنهم ليسوا من أهل العلم أصلا، وشنع في بيان مقالتهم وفي الرد عليهم. نعم. وقالت المعتزلة: الإيمان بالقلب واللسان مع اجتناب الكبائر، فمن قارف شيئا كبيرا زال عنه الإيمان ولم يلحق بالكفر فسمي فاسقا ليس بمؤمن ولا كافر، إلا أن أحكام الإيمان جارية عليه. يعني يقصد بأحكام الإيمان يعني في الدنيا أنها تجري عليه أنه من المسلمين، يعني في عند المعتزلة أن من ارتكب كبيرة لا يحكمون عليه بأنه يعامل معاملة الكفار أو يكون في منزلة بين منزلتين، بمعنى أنه لا يعامل معاملة المسلمين ولا معاملة الكفار، بل يبقى على الأصل وهو أن يعامل معاملة المسلمين. لكن الإشكال عندهم في أحكام الآخرة، وهو أنه يخلد في النار والعياذ بالله، بمعنى أنه ليس له من الإيمان ما يستحق به دخول الجنة. وإذا كان ليس معه من الإيمان ما يستحق به دخول الجنة، وليس هناك إلا الجنة أو النار، فيبقى في النار كما قالوا. وعلى هذا يلزمهم ألا فرق بينهم وبين الخوارج في أحكام الآخرة، لأن الخوارج يقولون مرتكب الكبيرة كافر، فيبنون على ذلك أنه مخلد في النار، وهذا مقتضى القول بتكفير مرتكب الكبيرة، فقولهم مضطرد في هذا. لكن المعتزلة والإباضية يقولون ماذا؟ يقولون ليس بكافر، لكن في نفس الوقت يقولون بأنه مخلد في النار. نعم. قال: وقالت الإباضية: الإيمان جماع الطاعات، فمن ترك شيئا كان كافر نعمة وليس بكافر شرك. واحتجوا بالآية التي في إبراهيم: بدلوا نعمة الله كفرا. لكن هذا أيضا كقول المعتزلة، يقولون هو كافر كفر نعمة، وأحكامه أحكام المسلمين أو أحكام الكفار، عندهم أحكام المسلمين، لكن الإشكال عندهم أنه في الآخرة يكون مخلدا في النار والعياذ بالله، فكفر النعمة عندهم ليس مخرجا من الملة. نعم. قال: وقالت الصفرية: مثل ذلك في الإيمان، إنه جميع الطاعات. هذه طائفة من الخوارج، كما أن الإباضية قبلهم طائفة من الخوارج. نعم. قالوا: إنه جميع الطاعات، غير أنهم قالوا في المعاصي صغارها وكبارها كفر وشرك، ما فيه إلا المغفور منها خاصة. نعم. وقالت الفضلية: مثل ذلك في الإيمان، إنه أيضا جميع الطاعات، إلا أنهم جعلوا المعاصي كلها ما غفر منها وما لم يغفر كفرا وشركا. قالوا: لأن الله جل ثناؤه لو عذبهم عليها كان غير ظالم، لقوله: لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. وهذا قول غريب يعني، ولم يعد يقول به قائل، لكن ذكره على حسب ما كان في عصره. نعم. وهذه الأصناف الثلاثة من فرق الخوارج معا، هم الإباضية والصفرية والفضلية، هؤلاء من فرق الخوارج. نعم. إلا أنهم اختلفوا في الإيمان، وقد وافقت الشيعة فرقتين منهم، ووافقت الرافضة المعتزلة، ووافقت الزيدية الإباضية. يعني الفرق هذه بعضها يتأثر ببعض، ولذلك نجد أن الرافضة في الأصل هل لهم صلة بالمعتزلة أو ليس لهم صلة بالمعتزلة؟ في الأصل ليس لهم صلة، لكن انتهى الأمر إلى أن أخذوا بأصول المعتزلة، وكذلك الزيدية أخذوا بأصول المعتزلة، فتتداخل
هذه المقالات بين هذه الطوائف. نعم. وكل هذه الأصناف يكسر قولهم ما وصفناه به باب الإيمان، باب الخروج من الإيمان بالذنوب، إلا الجهمية فإن الكاسر لقولهم قول أهل الملة. يعني يقصد أن هؤلاء سبق الرد عليهم في الباب الذي عنونه بباب الخروج من الإيمان بالذنوب، فلهم تأويلات ولهم إشكالات ولهم شبهات، فيرد عليهم بما بينه هو من دلالات النصوص فيما أشكل عليهم في تسمية الذنوب كفرا أو شركا أو نفاقا أو نفي الإيمان أو نفي الأمان أو نحو ذلك. لكن الجهمية أمرهم آخر، فإنهم مخالفون لأهل الملة، وأشنع قولهم أشنع من قول البقية. نعم. إلا الجهمية فإن الكاسر لقولهم قول أهل الملة وتكذيب القرآن إياهم حين قال الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وقوله وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فأخبر الله عنهم بالكفر إذ أنكروا بالألسنة وقد كانت قلوبهم عارفة، ثم أخبر الله عز وجل عن إبليس أنه كان من الكافرين وهو عارف بالله بقلبه ولسانه، وفي أشياء كثيرة يطول ذكرها، كلها ترد قولهم أشد الرد وتبطله أقبح الإبطال، كما جاء في يعني هذه النصوص التي أوردها في قوله تعالى الذين آتينهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فهل كانوا مؤمنين بالنبي صلى الله عليه وسلم لمجرد أنهم يعرفونه؟ نقول لا. لذلك لما جاء طائفة من علماء اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه عن بعض آيات ليتبينوا نبوته، فلما أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بما سألوه عنه قالوا نشهد إنك نبي. فالنبي صلى الله عليه وسلم عرف من حالهم أنهم يشهدون لكنهم ليست الشهادة التي يبنى عليها الالتزام بالدين، فقال فما يمنعكم من اتباعي؟ فقالوا نخشى أن تقتلنا يهود. فهذه الشهادة وإن أظهروها وقالوا نشهد إنك نبي ليست مما يبنى عليه الإقرار المطلوب في دخول هذا الدين. فهم وإن كانوا يعرفون ويشهدون ويعلنون أنه صلى الله عليه وسلم نبي، لكن ما كانوا مؤمنين به. وكذلك في قوله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، فكان عندهم اليقين، هؤلاء المشركون كان عندهم اليقين بأن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو الحق، لكنهم جحدوا بذلك وأعلنوا عدم خضوعهم لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ونكون بهذا قد ختمنا شرح هذا الكتاب، نسأل الله عز وجل بفضله ومنه وكرمه أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا جميعا إلى ما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.